امام الدرك باندو بولك حط مركز ثالث ومركز خامس ومركز تاسع ومركز 31 وحاصل على سابع سوبر ايس في ثلاث سباقات. هذا حمام من حمام الشانتلي حقق عند المركز الاول والمركز السادس والمركز 17 والاخوات واي هم عدد المراكز طيبه في السباقات. من حمام الدرك باندو بولك مشاركه في سبع سباقات فايزه في ست سباقات.